هذه الرقاب سنرى كيف تذل وتقهر. ألا تنحنون لنبيكم؟ نحن لا نركع لغير الله وحده. محمد علمنا أنه عبد الله ورسوله. رسول الله، أين هي معجزاته يا جعفر؟ هل يرقى إلى السماء؟ هل مشى فوق الماء؟ هل شفى المرضى أو وهب العميان البصر؟ هل أحيا الموتى؟ أين هي معجزاته يا جعفر؟ هذا صحيح، لابد للأنبياء من معجزات ليعرف الناس أنهم مرسلون من عند الله. معجزة محمد هي القرآن. كلمات اكتتبها أمي ودعاها على الله. هل يرى ملك الملوك لهم حجة بعدما سمع؟ ولكني أعرف أن الله أرسل من عليائه ألسنة نار على رؤوس الحواريين ليتسنى لهم التحدث بلغات العالم العديدة والتي لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك. ولكني أسأل، هل يمكن أن تقع معجزة كهذه في أيامنا؟ سمعت ما يكفي، حجتكم ضعيفة. جئناك لاجئين من هول ما عانيناه من الظلم والعذاب. قال لنا محمد: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ما يسمونه الظلم هو العقاب العادل لهؤلاء. لماذا أرسلكم إلي محمد؟ لأنك من أهل الكتاب، إيمانك بالله يلهمك حمايتنا. أرأيت أيها الملك، حديثهم كسراب يحسب الظمآن ماء. لقد ألزموني الحجة، لا مناص من الإصغاء إليهم يا صديقي. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأخشاب. أنتم تفترون على آلهتنا بالكذب. نحن لا نعبد في آلهتنا الخشب ولا الحجارة، نحن نعبد الروح التي تسكنها ونتقرب بها إلى الله زلفى. ليس كل العابدين يفهمون ما تفهم يا عمرو. بماذا يأمركم دينكم؟ يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالصلاة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات. المحصنات؟ وماذا في دينكم عن النساء؟ ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا. ماذا لهن؟ ونحن نشتريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدمننا أو نبيعهن إذا أبين الطاعة. أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك يا عمرو؟ لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أبحمها ربهم الواحد؟ ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله. من علمكم كل هذه الأسماء؟ القرآن الذي نزل على محمد. محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم، والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم، إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد. أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك. ماذا يقولون في المسيح؟ يقولون
إنه عبد مثل باقي البشر. تكلموا، ماذا تقولون بالمسيح؟ نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد، هو روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول. فاسألهم من ولد المسيح وكيف. هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟ نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟ اقترب، هات ما عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط يا عمرو. والله ما أسلم لكم هؤلاء بجبل من ذهب. انطلق يا جعفر ومن معك، وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن الرب لكم بالعودة. لا يطاق، لا يطاق. محمد يسلبنا حتى حلفاءنا في البلاد الغريبة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن. وجاء نصر الله والفتح، وخشعت مكة تنتظر القصاص العادل، لكن نبي الرحمة قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وتدين مكة بالإسلام دينا يأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ورأى النبي وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة أنه عن قريب ملاق ربه. وفي يوم الحج الأكبر آخر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة، يمم النبي جبل عرفات ونادى في الناس ليسمعوا خطبة البلاغ في حجة الوداع: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. اعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به
فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخو المسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ بعد أن صلى النبي الظهر والعصر بالناس تلا عليهم آخر ما نزل من آيات القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبكى أبو بكر، وجاء اليوم الأليم. كان النبي قد بلغ 63 من عمره الجليل، وفي يوم الاثنين من ربيع الأول للسنة 13 من الهجرة اختار محمد خاتم النبيين لقاء ربه، ورجت المدينة رجا. لا أحد يصدق أن الذي يصلي عليه الله وملائكة السماء يضمه قبر في هذه الأرض، لكن محمدا قد مات. هكذا يقول أبو بكر للناس من مسجد رسول الله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وسجي الجسد الشريف حتى دفن مكان موته من مسجده بالمدينة، أما الروح فباقية بقاء الرسالة التي لا تموت. الله أكبر، في نورها يواصل أصحاب محمد والتابعون دعوة الناس كافة إلى كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الله أكبر، المسلمون الذين بدأوا فئة قليلة يتكاثرون، والرجل الذي بدأ وحيدا صار أمة، والأمة تجمع كل الناس على كلمة الله. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله ورسوله. حي على الفلاح.